يس راك هنا خاصه واحد الاونه تجيبها هنا ايه سو كاين هنا او إذن أحبابي في الله كما تشوفوا معنا الآن فيعني العمل على قدم وساق إن شاء الله تعالى باش أننا ننتهي من هذه الحروف هذو. إذن كما تشوفوا معنا سليمان بيس أوتو ودائما نعتذر عن عدم يعني التأخر اللي يعني تاخر لي الان احنا شحال هذه تقريبا ما صورنا والو ولكن هذا راجع لضيق الوقت ان شاء الله تعالى ضروري اننا غادي نديروا ان شاء الله فيديوهات تعليميه اخرى حكم تلقيت بزاف ديال الرسائل اللي كل رساله و يعني فاش عندها مشكل كاين اللي تيسول على الماتريال كاين اللي تيسول على الطولار كاين اللي تيسول على الفوركس ان شاء الله تعالى واخا كاين فيديوهات اللي ديجا درناهم و تيهضروا على هاد الامور هادو الاخوان الجدد ما تيرجعوش لهاد الفيديوهات هادو بالتالي يعني تلقاو مشكل في الاجوبه ان شاء الله الفيديوهات ان شاء الله القادمه ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على الامور هذو بالتفصيل كاننا لم نقم باي يعني شرح من قبل ان شاء الله تعالى.